يسأل عن صحة حديث من قطع سدرة سوب الله رأسه في النار، لماذا خصت السدرة إذا كان الحديث صحيحا أيضا؟ الحديث عند أغلب المحدثين ضعيف، هناك من حاول تحسينه وقال بأنه حسن لغيره، لكن الحقيقة أن الحديث بعيد عن القبول من حيث سنده، ولذلك نجد أن أبا داود وقد رواه فإنه تأوله ونقل تأويله هذا طائفة من العلماء، فقال بأن المقصود هو سدرة الفلاة، نعم، إذا كانت يستظل بها بشر أو بهائم فقطعها في مضرة من غير منفعة، فالوعيد على هذا متجه إلى من يفسد، نعم، فيمنع الصلاح عن الناس ويفسد في الأرض بقطع، وقال بأن السدرة المقصودة هي أي شجرة يمكن أن ينتفع منها، فلا يقصد خصوص السدرة. ومنهم من تأول الحديث بأن المقصود على تقدير صحته أن المقصود شجر الحرم، وأن هذا في الإغلاظ على في النهي عن قطع شجر الحرم، واختلفوا، منهم من قال في الحرم المكي ومنهم من قال في الحرم المدني، وهذا قول الأكثر منهم، ولكن مع ذلك الحديث غير صحيح، وهناك روايات تشبه هذا الحديث أيضا في الوعيد من قطع السدرة فيها اللعنة، وهو الطرد من رحمة الله تعالى، أو وهي الطرد من رحمة الله تعالى، ولكن الحديث أيضا مثل هذا الحديث المذكور حديث ضعيف، لكن هذا لا يعني أن الحكم الشرعي المستفاد من هذه الروايات لم يثبت في أدلة أخرى، بل إن النهي عن الإفساد في الأرض وعن قطع الأشجار التي يستفيد منها الناس والبهائم في غير مصلحة هو من الإفساد في الأرض، وتشهد لهذا الوعيد آيات من كتاب الله عز وجل ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي، والله تعالى أعلم.